رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نكمل فقراتنا اليوم. مثل ما تكلمنا وكان موضوعنا عن البخور والطيب، واللي هو طبعا من نقول اغلى واجود الانواع اللي قلنا لكم راح نذكرها ونتكلم عنها وشلون نعرف الطبيعي من المو طبيعي، لكن كل هذا راح نتعرف عليه من خبير البخور احمد الدويسان اللي اليوم منورنا. نمسي عليك في الخير. مساك بخير، حياكم الله. الله يحييك ويخليك يسلمك، مشكور على الجية الطيبة هذه. حاضرين. محمود درويش بأحد كتبه قال: بملء البخور، أو عفوا بالبخور ملء المكان انتظرها. شبه البخور أو أن البخور هو شيء جدا غالي في انتظار الزوجة أو في انتظار المحبوبة. نعم. لذلك البخور له قيمة عالية جدا عندنا، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية. نعم. شجرة أصيبت بمرض، نعم، من بعد هذا المرض أصبحت من أغلى الأشياء. شو اللي تقول لنا أستاذ أحمد على البروسيس أو الموضوع هذا؟ والله يعني جزاكم الخير، تحتوا لي الفرصة على أساس أشرح لكم عن البخور وشون يطلع وشون إنتاجه. وهذا هي شراء تكون في الغالب بالدول الآسيوية مثل الهند، كمبوديا، وبورما. فيعني يصير مثل أمطار موسمية، فلما يصير فيها رطوبة الشرة تمرض من الدودة تنخر تحتها، أو أنها تكون يعني لها عمر معين تكبر وتعطي ريحة سبحان الله من على الخشب. إذن هو موضوع الحشرة. اي حشرة. اي نعم. إيه نعم. هذا هو البخور يعني. زين، وبعدها في الغصن طبعا اللي يقصصونه يطلعون المادة الزيتية. إيه نعم. اللي هي الدهن عود. دهن عود. اي نعم. إيه في منهم يطلعونه دهن عود. إيه. وفي منهم لا، إذا كان يعني كان يعني الدهن عود يكون شنو الشارة تكون مركزة فيها. نعم. الخشبة فيها البخور دهن عود وهذا. نعم. فيعصرون عصار ويطبخونه. حلو. فيطلعون من الدهن عود. فبهالطريقة هذه يمكن هذا الوصف احنا نوصف فيه للشيرة او طريقة استخراج البخور عن طريق هذه الشيرة. بالبداية نبي نعرف انواع البخور، نتكلم عن انواعها. انت ذكرت لنا يستخرج من الهند، هو مثل ما متعارف مع الناس من كمبوديا، في اندونيسيا، في ماليزيا، في تايلندي، يعني من شرق اسيا، الغابات اللي بشرق اسيا. نعم. عندك شو اسمه الهند، الهندي سابقا كان درجة اللي يعني طالع اكثر من الكمبودي. نعم. أيام السبعينات والثمانينات، بعدين فترة وقفوه. حلو. ممنعوه من أن يصدر هذا. بعدين شو اسمه النوع الثاني الكمبودي والبورمي. حلو. الحين الدرجة الأولى اللي بالسوق واللي مقطوع شبه مقطوع الكمبودي والبورمي. الهندي وقف. الهندي لا طالع. طلع. حلو. طلع عليه. عرفت شلون؟ فالناس شنو تبي تدور شيء اللي انقطع. عرفت شلون؟ حلو. فيصير غالي. مثل احنا نقول البخور عندنا احنا ذهب كاحتكار سلعه. اي احتكرها وبعدها يطلع راح يكون غالي. فماكو يعني الناس تستغرب البخور، خاصه الدهن عود. اقول البخور الهندي لما تشبهه بال شو اسمه ما تحمل النار، ما تحمل الحراره، ما تحمل. اي انزين استاذ احمد، يمكن انت عرجت على موضوع الغلا وموضوع السعر. شو اللي يفرق الشجره هذه عن هذيك؟ وهذه الشجره مثلا الطيب ولا البخور اللي فيها يكون غالي، والشجره هذه الطيب او البخور اللي فيها يكون جدا طبيعي او عادي؟ شلون نفرق ان هذا افضل من هذا؟ شوف عندك البخوره هذه يعني تشوف من برا هنا يصير اسود. حلو. زين الناس تشوفها بس منظرها اسود، لما يجيك من مكسرها يطلع ابيض. فهذا هذا من الداخل. اي من داخل. هذا يكون غش تجاري طبعا. تجاري، او انه يمشي البخور اللي عنده اساس انه شنو يعني شاريه هو غالي وكميه. في ناس يعني ما نقول ما عندهم خبره فيه ويحط بين الكميه. ايه هذه يخلطها. اي عرفت شلون؟ حلو. زين هذا شنو، خشب ولا شنو؟ هذا شنو يكون في نوع خشب. ايه؟ وفي نوع يكون الدود داخله. حلو. يعني هذا يكون ميت. اي يكون ميت وطلعوها وتنظيف وتنظيف. فها يعني شو اسمه يكون. شوف استاذ احمد، تفضل. يعني هذه طريقه نوع من الانواع اللي هي تكون فيها غش وما تكون هي مو طبيعيه. أيه. فلازم يكسرها تبين بالطريقه هذه من الداخل. هذه فأريت مخرجنا ياخذ عليها مثل ما يقولون الغش التجاري، مثل ما قال الاستاذ احمد السويدان دويسان. احمد عفوا احمد الدويسان، انا اسف جدا. انا اندمجت والله مع الشياره، قاعد افكر الانسان كيف تحمله نفسه على انه يقوم بهذا الغش التجاري اللي ما يخاف رب العالمين وما وضع امامه مخافه الله، ممكن انه يغش البشر. لكن
مثل ما قاعد يقول لنا الأستاذ أحمد لدويسان، خلونا نتعلم شلون نفرق بين انتياء البخورة الأصلية وكسرة البخورة المغشوشة. الحين تشوف الناس يعني عفوا يعني هذا الحين هذا الحين كله مو زين هذا ممكن أي. هذا يكون مصبوغ طبيعي بس شنو ما يعطيك جودة البخور الطبيعي زين يعني يكون مصبوغ هذا مصبوغ يعني مصبوغ معانا كهات مثلا لا ما يحطون هو طبيعته هو كذي بس شنو يعني التاجر بيطلع خسارته من اي شيء حلو حط اي شيء يعني حتى اذا احترق هذا البخور استاذ احمد يطلع عندنا خلينا نقول ريحه خشب اي اها بس يخلطونه مع يخلطونه مع بعض البخور يطلع ريحه طيبه او شيء على اساس انه يكون احد انواع الغش التجاري ربي يبعده عنا وعنكم الله يعين يعني من هالموضوع هذا مثل ما قلت هاشم الناس ما تعرف يعني اليوم يروحون السوق هاشم تلقاه يقول له والله عطني من البخور هو ما يدري شنو البخور طيب فعطني اطيب بخور عندك فتلقاه ساعات يطلع له اذا هو يشوفه يفهم او الزبون هذا يعرف في البخور تلاقيه يعطيه يمكن افضل انواع بس اللي ما يعرف يبين عليه من السؤال اللي ما يعرف يتعرف على استاذ احمد احنا اليوم على صاحب محل بخور طيب زين ورزين كذي وخاف الله يعلمه بالامور الطيبه هذه انزين شلون يتم خلنا نقول تقطيع الاشجار هذه وتخزين البخور واخذ البخور هذا وتصديره للخارج شوف التقطيع يعني شراء مثل منشار يقصون الاقسام ماله او شلون بعد فتره لما يكون شراء يكون شتله صغيره تكبر ومع هذا يبدا يحصدونه يعني شلون حلو يعني في يحطونه مخازن كبيره اساس انه شنو يحافظون على الرطوبه اللي ما يبي البخور ما يبي رطوبه ممتاز انه يمسك كما يعني حطيته مكان وحافظت عليه يصير اعتق يعني يصير قديم معتقد يصير اكثر اكثر نعم عرفت شلون؟ فتوخر عن الرطوبه ياخذ جودتها حلو وياخذ يعني غلاب السوق حلو قاعدين نشوف استاذ احمد معنا بالتو بوكس هني صور عن البخور الهندي وانواعه والبخور الطيب اللي موجود عندنا مونيترين كاشخة ترى في استديو جديد مو شوية فياريت بس لو تكلمنا الحين هذا البورمي ايه؟ زين شو اسمه البخور نوعته يعني زينة وسط عرفت شلون متوسطة والثاني بعد الهندي هذا يكون موجود عندنا هني نعم عندك هذا التوب يعني الكيلو تقريبا فوق 2500-3000 ما شاء الله هذا اي هذا هذا التولة ولا لا الكيلو كيلو ما كيلو هذا حق المراسيم وحق الامور الرسميه بس انا سمعت في معلومه هذه صدق ولا لا في يسمونه السوبر الهندي بخور السوبر الهندي يقولون هذا النادر 15000 دينار الكيلو تقريبا الكيلو انا عندي كيلو 10-20000 ما شاء الله هذا طبعا النوع السوبر هذا اسود مره واحده هذا يعني معتق اي حلو يعني نادر لما تشوف البخور بتعرف له بشيئتين اول شيء انك مثلا يعني طعمه اول شيء يعني لا طعم إيه ممكن تتذوق مر وساعات يغشون استاذ احمد يحطون فيه رصاص اي هذا يصير غش من داخل يعني مثلا من يصير من غش من داخل عرفت شلون؟ يعني لما احنا يحسس انه شنو وزن هذه وزنها يكون ثقيل ثقيل نشوف معنا هني يسكرونها يحسس انه شنو يصير بالوزن وتمشي عليه يعني زيادة مواد ضارة ممكن تكون شغلات تستنشقها بالغلط لما تحطها في المبخر أيضا أنا سمعت شغلة اللي هي الفحمة المستخدمة إذا كان عندك بخور غالي يعني أبي أعرف هالمعلومة هل هي صحيحة ولا لا إذا كان عندك بخور غالي لا تحطه على فحمة تكون شابة من فترة لا أو من مدة إيه يعني شوف في فحم يكون المربع هذا ما يتحمل البخور ما يتحمله ليش اساس انه قوي احسن نوع فحم المدور المدور اللي بالسوق سريع الاشتعال الهولندي يسمونه ايه؟ هذا يعني يريح البخوره حلو ما يعطيها نقول يعطيها راحه لما تطبخ عشان كذي بسرعه يحترق على المربع البخوره هذه اللي قاعد اتكلم عنها يمكن لاحظ هذا الشيء هذا انزين عندنا هذا النوع تكلمنا عنه قلنا الكيلو ب 2000 عندنا هني نوعين ايضا بصندوقين انا اسميهم صناديق فاخره هذه غاليه بالحيل اوه الصناديق هذه قيمه ترى وجدت في البيت اكيد فنبي نتكلم عن النوع الثاني هذا النوع اللي يجي بعد هذا جودته عاديه يعني مثل يومي حلو عرفت شلون يسمونه الهندي شو اسمه الزوره حلو هذا حق اليوم اي بخور يومي ايه ما يكون غالي الثمن لا هذا يعني تقريبا كنا نص كيلو يعني 600-700 على حسب عرفت شلون حلو القصه تختلف استاذ احمد اي يعني قصه ولا اسم
اي القصه يفرقون فيها بغلات البخوره، بغلات القطعه، لا بغلات بلد المنشا مثلا؟ لا مو شيء، مو على اساس القصه. في ناس، في نوع، تشوف مثل الحين هذه تي، مثل هذا، مثل الحين هذا كبر، هذا كبر، هذا حلو، السر سودة، هذه يكون غاليه، هذه تنحط بالتجوري. عرفت شلون؟ تشيك تشيك هذا. اي اقول لك يعني، فيعني على حسب نوع البخور لما يكسب دهن ويكون قديم، عرفت شلون؟ في ناس يعني فجأة مثلا يطلع ابوه متوفي وحاط له بخور ما يعرف له، يشوفه يقول له واحد، يقول له انا اشتري منك في الكثر، ما يدري شنو قيمته. ثروة عنده. اي نفس المسابيح بعد، هذا نفس الشيء، تلقاه ما يفهم فيه، الشيء اللي ما يفهم فيه هذه المشكلة. وتلاقي وارث الشيء وما يعرف فيه ويضيع منه هباء منثورا. ويروح. ابيك تسولف الاستاذ احمد عن قصه ولا حادثه حصلت لك. شفت قطعه بخوره طيبه مثلا، ولا شفت ذاك الجذع الطيب اللي كان معروض للبيع وقلت هذا الجذع يناديني او يبيني؟ شوف انا كنت اخذ من واحد صديق عزيز علي، زين، ودقيته وقال لي عندك بخور ربع كيلو ماليزي. حلو. فاتفقت على سعر وخذته سوبر. حلو. اخذته ويت بطله ونظفه وكسره، بطاعت ولا كله صمغ. أوه. ربع كيلو كله راح علي، واللي كانوا لاصقينه ببعض ما طلع. اي ما يبين، ماكو، خلاص يخترب. اذا حطيته بصمق بخوره اذا فيها صمق ما خلاص تطلع، شنو تحرق خشمك، ما يعني ما تشمه، ما قط تحرق عينك وش اسمه يعني، ما اقول تسبب لك التهابات. لا لا لا، يعني ما تقط تحمل انك ما تحمل ريحتها، على طول تبخرها. ماده لاصقه، تخيل او يا الاهل قاعدين نحرقها مثلا على فحمه او كذي. بما ان هاشم ما بقاطعك، بما تكلمنا عن الشغلات الضاره في المعمول، هاشم شوف يعني يقولوا لي ليش تحب بدر واثنيناتنا نفكر بصوت عالي مع بعض، المعمول والدخون. كمل السؤال يا اخوك. فالمعمول والدخون سمعنا انه هو ضار لاستنشاق للاطفال، انه ما ينصح بان انت تستعمله في البيت بشكل يومي، لان كثرتها يمكن عند الاهالي تسبب الاختناقات، لان في مواد يسمونها مواد اصطناعيه. اي فلازم يكون يعني شنو اوقات معينه، مثلا اقول يعني يكون الاهل راح صاعدين مثلا الدوم، راح غرفهم، فانت تحطه مثلا بالصاله، عرفت شلون، او بالكبت، اساس انه يعطي ريحه حلوه حق الكبت. وهذا هو مخلوط مثلا البخور، يعني الحين انا اقدر هذا اكسره صغار واسوي مع حطه دهن اللي انا ابيه، دهن عود، دهن عود، كل شيء يصير معمول. نعم. يسمونه مسقه، بخور مسقه، مسقينه. اي من انت يا طيب البخور. في ناس يبيعون البخور غالي، شو يسوون؟ يحطوا بخوره زينه. حلو. عرفت شلون؟ فيبيعه اغلى، مع يكون على اساس انه شنو لما يشمها ما تطلع خشبه. عرفت شلون؟ فيبيعه غالي. يقول انا ترى هذه يحط لك بخوره وثقيله وريحتها هم بعد تطلع بخوره. صح. كذي يعني مسقه وبخوره. حلو. يمكن قاعدين نشوف الحين بعد مره ثانيه انواع البخور عندنا بالتو بوكس اللي طالع عندنا على الشاشه. انزين انت يمكن استاذ احمد ويعني اخوي بدر دخلتونا بموضوع جميل جدا. احد الاشخاص كل ما ادش بيتهم لا اله الا الله ريحه الطيب تفوح، وريحه الخنه انزين ما توقف من عند باب بيتهم. اللي اشوفه انه واحنا قاعدين مثلا الساعه ولا الساعتين، خلال الساعتين هذه عادي البيت يتبخر مرتين ثلاثه، فما بالك كم مره يعني باليوم يتبخر. الوضع الصحي على سبيل المثال، واحد ساكن في بيت يبي يبخر بيته، ومتى يبخر بيته وكم مره يبخر بيته باليوم، وشنو الطريقه المناسبه عشان يبخر بيته فيها؟ شوف عموما الدخان البخور ما ياثر اذا كنت بعيد عنه. ليش؟ عشان شنو لما تكون بعيد عنه تاخذ ريحه البخور الدخان. نعم. نفسه بهداوه، يعني ما تشم حيل. عرفت شلون؟ في ناس يعني يبالغون بالشم ريحه البخور. حلو. يعني يتغطى فيه ويشم حيل بقوه. يذكرني بواحد اعرفه. يعني هذا يعني تقصد يمكن استاذ اللي ياخذ المبخر نفسه ويحطه قريب عليه. المبخر كذي يحطه مني. ويمسك كذي ويسوي شيء. هذا قاعد طول اليوم هذا هذا ياخذ هذا هني خلاص هذا ملك استنشاق بخور يكون هذا خلاص انتهى. فهذا يعطينا تعود على تعود على الشيء هذا، ما يتحمل لنا شنو يعني لما اي بخور ياخذه او المعمول لازم يسويها الطريقه هذه. فاذا الافضل انه هو يحطه في مكان بعيد عنه، يعني هذا البخوره ويبعده عنه عشان ما يكون البخوره لما تسوي استنشقها حيل تعد باكيت سكاير. البخوره الواحده، البخوره واحده. يا ساتر. انا الصدر عندي بنشر يا اخوك. اذا شميتها بقوه، اما لما تبخر وحط قطرتك برا
وتغطي المبخر. حلو. والتوات يعني تحاول انك تشم البخور. احنا نبخر ملابس من بعيد. ايوه. لكن احنا الوقت داهمنا معاك استاذ احمد. لك. استمتعنا بالحديث معاك، لكن قبل لا اختم معاك واقول لك بشنو تنصح الناس، ابي منك نصيحه اخيره تنصح فيها اللي حاب يروح السوق اليوم ويشتري بخور ويعرف شنو النوعيه المناسبه والنوعيه الزينه، شلون اليوم ما ينغش. شوف الغش وارد كحق اي واحد، مثلا احنا هذه اللي قلنا لها البخوره هذه يعني مو زينه. حلو. ساعات تكون مسكر، شوف الحين هذه مسكره ما تشوف ان يعني فيها شيء ولا، فلازم يكسرها من اجناب شيء. زين، وممكن يسمح لك البائع ان انت تكسر البخور؟ لا، هذا شيء، هذا احنا حطيت لك واحده هني. حلو. اما هذا هني شوف هذه. ايه. شوف احنا كذي يكسرها بالنص. حلو. اذا صار من داخل اسود. من برا اسود صالحة. زينه، معناته طبيعي. طبيعي. حلو. فيها دهن وكل شيء، مو مصبوق. لا. حلو. زين، واذا كان من داخل ابيض من برا اسود. ايه؟ هذه زينه نوع ما. حلو. يعني ما يكون انه هو في غش او مصبوق. اي، هذا يسمونه هني البخور هذا اشهب، يعني فاتح. حلو. يعني تحصل منه زين ولا مو زين. حلو. شلون بعدين يعني ياخذ مثلا الحين هو لما يدش المحل مال البخور عموما. ايه؟ كله يكون بترينا جام. صح. فياخذ كميه بيده. ايه؟ ويقطها على الجام. حلو. يحس انه كنا قاط قزاز. ها، تسمع صوت رن القزاز. ايه؟ نعم. البخور طيب يبين انه شنو ريحته، يعني صوته قزاز، مثل قزاز. نعم. هذا حتى طيب. لو ها شوف الحين، شوف شلون صاير في رنه. رنه. عرفت شلون؟ صوت. عرفت شلون؟ اما هذا فهذه بسهوله يمكن لما نوصلها للساده المشاهدين. إيه؟ نقول له اذا حاب انك تروح تشتري اليوم بخور من السوق، اول شيء عليك ان انت تسوي يجيب لي شيء طيب كذا. يجيب لك الطيب خلاص، بعد الحين كشفنا هاشم حبيبي. نقول لكم بطريقه اللي شفناها مع استاذ احمد الدويسان، طريقه انتقائكم للبخور الطبيعي بان انت تكسره او انك تشوفه قدامك، راح تعرف شنو الفرق. وهالشيء هذا يمكن وضحناه مع الاستاذ احمد. هاشم وياك اذا تحب تقول شيء وتعطينا معلومه جديده قبل لا نختم. بعد راسي انا بس بغيت اقول حق استاذ احمد للامانه، اذا كان في بخور وحامل ثلاث صناديق معاك فانت كنت اجمل خنا واجمل عطر طلع علينا بالاستديو اليوم، وعلمتنا شيء من عاداتنا وتقاليدنا الاصيله الجميله. فيعطيك العافيه استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا. وكل اللي نقدر نقوله جزاك الله خير على الجيه وعلى تلبيه الدعوه الجميله هذه. ننتقل معاكم الى تقرير، بس ما نبي نتبخر فيه، نشوف شنو التقرير ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية بشباب قولوا فعل.